يلا يلا يلا. امتثل اللاعب محمد ناجي جده الى التحقيق في الساعه 12 ظهر الاربعاء بمقر الاتحاد المصري لكره القدم امام لجنه مكونه من مستشارين اتحاد الكره حسين حلمي ومحمد المشطه ووليد العطار، وحضر المهندس عادل القيع عن النادي الاهلي ومحامي الزمالك ومحامي اللاعب وايهاب جابر مندوب عن الاتحاد السكندري. تم تحقيق مع اللاعب جده وحضرتك انكر كل الاتهامات الموجهه ليه من قبل نادي الزمالك وقدم مستندات تدل على ذلك بس ده اللي حصل يعني في جلسه تانية ولا ايه ولا في جلسه تانية في قرارات اتخذت 26/7 شكرا ما ينفعش انه عقب او اي حاجه ما ينفعش خالص. طب 26 ده ايه اللي هيحصل فيها يعني 26 ايه اللي هيحصل من فضلك مفيش تعليق شكرا ست مشا. تابعت تحقيقات مجموعة كبيرة من النقاد والرياضيين وكانت لهم بعض الآراء والتوقعات حول ما ستفسر عنه هذه التحقيقات. بتوقع أن قرار لجنة شؤون اللاعبين أو توصية لجنة شؤون اللاعبين على اعتبار أن كل لجان اتحاد كرة القدم بتصدر توصيات ولا تصدر قرارات وبيصدق عليها مجلس الإدارة. بتوقع أن لجنة شؤون اللاعبين أقصى توصية هتقوم بيها هي غرامة مالية مغلظة على اللاعب لتوقيعه لناديين في فترة 6 شهور الأخيرة. الجلسة ما فيهاش توقعات لأن الجلسة مجرد استماع لرأي اللاعب وتقديم مستنداته اللي هي المستندات اللي هو بيفند بيها موقفه أو بيقول إن هو موقفه أو ظروفه كذا وكذا وكذا. ما توقعش إن يكون في قرار وصعب إن يكون في قرار النهاردة لأن هو الاستماع تم مع الزمالك من 2 3 تقريبا والنهاردة الاستماع لجده. أعتقد إن هم دول أهم طرفين في الموضوع. لسه الاستماع لوكيل اللاعب وممكن الاستماع لممثل عن نادي الاتحاد السكندري. لكن الموضوع من الصعب إن هو يتحسم النهاردة. الموضوع لسه فيه سلسلة من التحقيقات بعد التحقيقات هيبقى فيه سلسلة من المداولات ومن الصعب أن يصدر القرار. وانا من وجهه نظري ان اتحاد الكوره وهو اتحاد مؤقت كلنا عارفين ان في انتخابات في اخر شهر سبتمبر وبالتالي الاتحاد ده يعتبر اتحاد مؤقت فهو مش عايز مشاكل مع حد وهو اتحاد اضعف من انه ياخد قرار في التوقيت الحالي تحديدا. انا مش بشكك في حد ومش مش بهاجم حد لكن هو من الصعب ان القرار ده يتاخد. حضرتك عارف لو القرار اتاخد للاهلي هيزعل الزمالك لو اتاخد بالعكس هيزعل الاهلي وبالتالي اتحاد الكوره يعني راغب ان هو يرفع نفسه الحرج امام احد القطبين الكبيرين خصوصا وانت مقبل على مرحله انتخابات شايفها تكون مرحله صعبه يعني. فانا من وجهه نظري ان الموضوع هياخد مداولات وهتستمر طويلا يعني ربما جده يشارك طوال هذا الموسم ولا يحسم القضيه وده مش اول مره يعني دي في قضايا كتير مماثله لعيبه وقعوا للناديين واتحاد الكره فشل ان هو ياخد القرار او على الاقل القرار بياخد فتره طويله من